أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد كريم في الأسواق يمنع أو يوقف نمو الشعر في المكان الذي يوضع فيه، فما حكم استخدام هذا الكريم في منطقة الإبطين والعانة؟ إذا كان يشتمل على مواد محرمة فإنه لا يجوز استعماله، أما إذا لم يشتمل على مواد محرمة فهذا يراجع فيه الطبيب من الناحية الصحية، لأنه ربما يكون ضارا بالصحة، فيراجع فيه الطبيب هل هو ضار بالصحة أو لا، فإن كان ضارا بالصحة لا يجوز استعماله، فلا يجوز استعماله في حالتين: الحالة الأولى أن يكون مشتملا على مادة محرمة كمشتقات الخنزير، مشتقات الخنزير أو غيره من المحرمة. الحالة الثانية إذا كان فيه ضرر على صحة الإنسان، إنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل شيئا فيه ضرر على صحته. والحمد لله الآباط والعانة إذا طالت لها القص ولها الحلق تزال بالطريقة النافعة غير الضارة.